نجاة محافظ عدن ومدير أمنها من محاولة اغتيال بعد اعتراض موكبهم من قبل مجموعة مسلحة. غارات التحالف تقتل 27 من الميليشيات في تعز، والمقاومة تسيطر على المصراخ وحيفان. قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها الأكراد يسيطرون على تل رفعت ويخرجون المعارضة منها والسنفار في أعزاز. أمريكا تدعو تركيا وروسيا لحوار مباشر، والأخيرة تطلب مناقشة القصف التركي في مجلس الأمن. إيقاف مطلوبين في حي الرمال المجاور لمهرجان الجنادرية وضبط عدد من الأسلحة والمتفجرات والوثائق. العبادي يعلن استعداده لترك رئاسة الحكومة العراقية شرط إجراء تغيير وزاري شامل.